السلام عليكم. ربما تكون حملة المقاطعة لهذه الانتخابات هي أكبر حملة سياسية منظمة، لأنها صدرت من واحد من أكبر التيارات السياسية وأكثرها تأثيراً على المشهد السياسي، لا سيما في الميدان. صور المقاطعة أخذت منحى آخر في الشارع من تمزيق للدعايات الانتخابية، دعايات المرشحين، وإفراغ مناطق بأكملها من أي دعاية انتخابية، تطبيقاً لما أمر به السيد مقتدى الصدر أنصاره من أجل عدم إعطاء الشرعية للفاسدين والتبعيين على حد وصفه. في حين يرى الفريق الثاني أن المقاطعة تساهم في إحداث خللاً في التوازن المكوناتي وخسارة للمكون الشيعي تحديداً لبعض التمثيل السياسي والانتخابي. وبين هذا وذاك تنضم بعض الأصوات ذات التأثير المحدود للترويج لعملية مقاطعة الانتخابات في النهار، وتمارس الترويج للكتل السياسية في الليل. رحب بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وارحب بضيوفي الاستاذ عائد الهلالي عضو الاطار التنسيقي، والاستاذ سيف رعد عضو جماعه رفض، والاستاذ رحيم العبودي عضو الهيئه العامه لتيار الحكمه. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. حياكم الله استاذ محمد حبيب. ناس تريد تقاطع الانتخابات، نعم. ترى ان العمليه الديمقراطيه تكريس للفساد، تكريس للهيمنه من جديد. نعم. يا يروحون ينتخبونه يطلع ينضم لنفس الطبقه اللي بيها مشكله، نعم. الطبقه السياسيه اللي بيها مشكله، اللي بيها فساد، اللي بيها كذا. نعم. انتوا طالعين تقول لهم لا والله هاي مكونات وهاي كذا وهاي ما اعرف ايش، نعم. بعدين هي حريه التعبير. نعم. خلوا الناس براحتها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك استاذ محمد وللضيوف الاكارم قناتنا الايام المحترمه والمشاهدين الاعزاء. بكل تاكيد العمليه الديمقراطيه تسير بهذا الاتجاه. أن هنالك من يذهب باتجاه تفعيل صوته من خلال صناديق الاقتراع، وهنالك مقاطعون الانتخابات، وهذا أمر طبيعي جدا. لكن المشكلة الأساسية وين؟ المشكلة الأساسية أنه البعض الذي يفهم العملية الديمقراطية بشكل دقيق جدا من الممكن أن يمارس دوره من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع وممارسة المعارضة داخل المؤسسات التشريعية، وهنالك سوف يكون تأثير كبير جدا لهذا الطرف بحيث انه يكون فاعل وقوي جدا. اما انه نقاطع وهذا امر، هذا طبعا بكل تاكيد هذا رايك الشخصي، حريتك الشخصيه، ما عندنا كل مشكله بهذا الموضوع. من الممكن ان يكون تيارك وجمهورك وما الى ذلك، هذا امر طبيعي جدا ايضا اخر، لكن انه نحرض الاخرين على انه لا تذهبون الى العمليه السياسيه، وماذا بعد اذا لم نذهب الى العمليه السياسيه؟ هل هو انقلاب على النظام السياسي؟ هل هنالك نظام سياسي اخر جديد يلوح في الافق؟ هل هنالك تدخل دولي او اقليمي حتى نقدر نقول انه لا بالعمليه السياسيه ذاهبه باتجاه الغاء هذا النظام السياسي الموجود الان لاداره الدوله العراقيه والاتيان بنظام سياسي لربما يكون مختلف وفارق؟ هذا الموضوع مو منطقي اخي الكريم، ولا اعتقد انه هذا الموضوع من الممكن ان ياخذ المساحه او مساحه التاثير الكبير، حتى وان ذهب البعض الى تمزيق دعايات الانتخابيه، وهذه مسؤوليه الحكومه طبعا تحافظ على الدعايات الانتخابيه، لان بكل تاكيد الاخوه اللي موجودين الان مرشحين هم بذلوا اموال كبيره جدا من اجل ان تكون هنالك دعايه انتخابيه لكل واحد. والامر الاخر انه يكون هنالك تكميم افواه مو صحيح، تكميم يعني افواه، تكميم افواه مو صحيح يعني. قضيه مو منطقيه ولا شرعيه، لا يقبل بها لا الشرع ولا الدستور. انت بالنسبه لك تريد قاطع، قاطع، تريد ما تروح العمليه الانتخابيه ولا تريد تسقط النظام السياسي اللي موجود، اسقطه بادواتك وبالياتك التشريعيه وباليات المعارضه اللي من الممكن ان تكون اليات شرعيه وقانونيه ودستوريه قادر على ان تسقط بها العمليه السياسيه. اما ان يكون هنالك تهديد، انا شفت ان هنالك تهديد يعني من خلال اليوتيوبات اللي نزلت، هنالك تهديد لانه ما ممنوع وما يصير وكذا. لا يا سيدي الكريم، القضيه انت ما تقدر تختزل الدوله بشخصك او بمكونات بمكونك او لا، ما يصير. احنا اليوم لا، أنا أذهب وأعتقد أنه هذا الموضوع هو اللي راح أذهب باتجاه صناديق الاقتراع، وأكون هنالك معارضة قوية قادرة على أن تقول كلمة داخل المؤسسة التشريعية، توقف القوانين والتشريعات اللي من الممكن أنه أنت تشوف أنه هذه القوانين والتشريعات لربما تسيء للدولة العراقية، أو لربما أنه تهدد هيبة الدولة العراقية، أو تهدد المنظومة الخاصة بالدولة العراقية. أما غير هذا الموضوع ما أعتقد أنه هنالك موضوع منطقي واقعي ولا أي عاقل يقبل بهذا الموضوع. تمام. سيف، منين تنطلقون انتم من دعوتكم للمقاطعه؟
يعني بداية نشكركم على الدعوة أستاذ محمد، حياك الله، وأيضا تحية طيبة لضيوفك الكرام ومتابعي قناة اليوم الفضائي. يعني بصراحة يعني منذ أكثر من شهر إحنا عندنا كان بيان بخصوص هذه الانتخابات، وأعتقد يمكن كنا في حلقة سابقة في غير قناة أيضا تكلمنا في هذا الموضوع وشرحنا عدة أسباب بخصوص المقاطعة والمشاركة. يعني قبل ما نرجع، هو المشاركة والمقاطعة هي حقان دستوريان، وكنا نرى بأن لا جدوى في استمرار بأنه هذه الانتخابات مجالس المحافظات قد تعطي التغيير المرجو من الشعب العراقي، ولعدة أسباب، يعني من ضمنها مجلس المفوضين واستقالة رئيس مجلس المفوضين والتغييرات التي تحدث داخل مجلس المفوضين، أيضا بالنسبة إلى سطوة الجماعات المسلحة وتوسع نطاق محاصصاتها في مؤسسات الدولة، وهذا ما يشكل يعني تهديدا حقيقيا لصميم التجربة الديمقراطية. بالتالي أيضا لو رجعنا من كل النواحي، يعني منذ 2000 وين سطوة للجماعات المسلحة؟ وين يعني في أي مكان، في أي جانب؟ المشهد السياسي واضح جدا. يعني إذا أردنا نجي نتكلم في هذا الأمر يعني أكثر، لا بس من خلينا نكون واقعيين، يعني خلينا نكون واقعيين. أنا أحكي لك من ناحية، شفت واحد لازم سلاحه وطابل البرلمان، شفت لا واحد لا لازم لا سلاحه وطابل مجلس الوزراء. عندما تحدث حوادث موجودة في بغداد وما حدث في البعيثة واليوسفية وأيضا ما حدث في أراضي الجادرية، هذا يدل على غياب السلطة، غياب السلطة في هذه المناطق. وما حدث أيضا حتى في وقتها رفع السلاح والاستعراض على هذه الحوادث بالأسلحة، ما لقينا أي تواجه وقوة ورد من الحكومة. عبالك الحدث ما صار بالعراق، صار بالديفو، بس هذا ما له علاقة بالانتخابات. يعني هذا كل اسمح لي هو انه اللي تقصد عليهم دول الجماعة، حتى وان حصل هذا اللي موضوع، هذول اولا لا ينتمون الى الفصائل والاحزاب اللي موجودة. لا اعتقد انه مثلا دولة القانون او انه المجلس الاعلى او اي جهة لديها فصيل سياسي وراحت انه اخذت كذا، حسب بغض النظر عن هذا، لكن ما وقفت في باب مركز انتخاب ومنعت الناس، ما صرحت انه احنا اللي يذهب الى الانتخابات من الممكن ان نمارس فيها وحده. لا بس العفو، حتى نفسرهن وحده وحده، حتى نعبر دكتور انا بعد ما مكمل، يعني هذا سبب واحد. لا ما يخالف، يعني انا بدي احكي بسبب واحد. لا احنا تقول قانون الاحزاب اول شيء، ماكو تفعيل لقانون الاحزاب، وهذا ايضا اشرنا الى في جماعه رفض انه تفعيل قانون الاحزاب ماكو. لو فعل قانون الاحزاب فتلقى نصف التيارات اليوم السياسيه داخل الاطار التنسيقي ما لحق تدخل انتخابات، لان عندها اجنحه مسلحه، وهذا واضح. قانون الاحزاب يمنع بانه اي تيار سياسي يمتلك جناح مسلح. هذه نقطه. عندنا ايضا حسيتوا مشكلتكم ويا الاطار، لا احنا مشكلتنا ويا تحالف اداره الدوله كله، يعني مش نحمل فقط الاطار التنسيقي. تحالف اداره الدوله هو من صوت ايضا على قانون سانتياغو الهجين اللي هو ما اعرف التركيبه السياسيه، هم اتفقوا بيناتهم وخلوه وفق صياغه ال 1.7 اللي هي ما يعني اذا تجي التقسيمات من ناحيات الحسابيه ماكو تكافؤ للفرص بين القوى والاحزاب الناشئه وبين الاحزاب الكبيره. وهذا انت سمحت به؟ انا ما لا انت سمحت به، غيابك سمح به. انت لو كنت موجود كنت وقفته. سمحت بي دكتور، سمحت بي منو؟ التيارات ليش يعني ناس احزاب عدم كان. لا 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 سيدي الكريم، اكو اكثر من 70 نائب مستقل. لو كانت هذه ضحوك على الشعب. لا لا اسمح لي، لا لا كلهم لا. اصبحوا ضمن السلطه، هذا قبل بدنا نشرحها. نعم يعني انت تكلمت على المستقلين، المستقلين ومن يحمل ايضا الثوب المدني. هذه اكبر اكذوبه تم استخدامها عام 2021 والدليل بعد الانتخابات كلهم صاروا ويا الاحزاب اليوم. مش عندنا اليوم احنا زين كم مستقل؟ نعم ما يتعدون الخمسه سته المستقلين الحقيقيين، والباقي كلهم اصبحوا شنو؟ نعم اصبحوا متابعين الاحزاب. هذول انتم كنتوا تروجوا لهم، يعني سوا واحد خطا، ايه واحد خطا ما يقول انا خطان، ادري كانت يوميه تخطا وتجرب براسي. لا مو جرب راسك، نعم. انما هؤلاء الاشخاص اللي صعدوا على دماء شهداء تشرين وايضا استخدموا غطاء الثوب المدني والاستقلاليه، هذه انكشفت للشعب. انتم هم انكشف للشعب، فبالتالي انا شو اعطي الصلاحيه بعد ورده جديده؟ اسمح لي، لا بسمح لي ارجوك.
ذولا صعدوا للمناصب ونكشفوا، وانتم بعدكم ما مكشوفين لحد هاي اللحظه، هم راح تصعدون هم راح تنكشفوا. اذا دخلنا احنا بانتخابات، احنا ما ندخل جماعه رفض الانتخابات. لا تدخلون بغير طريقه. هذه بعد انت تقولها، لكن انت غير طريقه لا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي عندكم غير طريقه لا؟ لا هي جماعه، اذا جينا على جماعه رفضيه جماعه ضغط، وجماعه الضغط موجوده في كل المجتمعات الديمقراطيه. زين يعني جميل. بالتالي ايضا تحتوي بداخلها احزاب شخصيات سياسيه، ممكن زين. ممكن في عده دول جماعات الضغط تؤدي الى انبثاقات حكومه هذا ممكن ان يحدث، لكن زين. احنا كشخص حاليا ما داخلين بالعمليه السياسيه زين. ولا احنا مشاركين. زين شلون هسه انا بس حلوا لي اياها، انتوا قلتوا ذولا الناس المفروض يصيرون بالواجهه السياسيه ويروحون للبرلمان وراحت الناس وانتخبتهم وراحوا جمهوركم وانتخبوهم غير هذا جمهور تشرين وراحوا ووصلوهم للسلطه وصار اخذوا رئاسه الوزراء، اكثر من هذا بعد شو يصير؟ ووصل يا رئاس الوزراء الكاظمي، كاظمي تابع لابن تشرين للتشرين؟ اي اي غير تشرين الرجال هو كان يصيح عن تشرين، بس نعرف الموقف 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 اللي صار. خلص اسالك وصحح، انا يجوز علي خطا. وصلوا ذول الناس لهناك زين، هسه قلتوا لا والله ذول الناس صاروا ضمن الاحزاب السياسيه واحنا ما لنا علاقه بيهم، وهاي يوميه انتم تطلع فهمونا شو تريدون؟ صدق والله فهمونا ايش تريدون؟ احنا شو نريد؟ ايه؟ وانما هي ما يحدث من مؤامره على الشعب ايه؟ بوجود هذه الاحزاب اللي موجوده وايضا بهذا النظام السياسي. زين انتم روجتوا لهاي الاشخاص اللي الفاشله الصعدات، ما تامرتوا على الشعب؟ اول شيء انا ما روجت لاي شخصيه كشخصيا، يعني ممكن اكو كشخصيات برفض يعني روجت قبل ان تدخل في جماعه، لكن انا لم اروج لاي شخصيه، هذه نقطه. نجي من ناحيه ثانيه، تكلمت على تشرين والكاظمي، لا انا لست جزءا من تشرين، وانا يدرون بي حتى تشرينين هم اصدقائي، ما وصلت ولا يوم ساحه التحرير. هذه نقطه ثانيه، اكو بها مآلات واعرف الخبايا اللي ممكن في وقتها احد يعرفها، ومن هيئه تشرين ومن خلى يصعد ومن، لكن بالتالي الكاظمي جاء نتيجه الموجودين القاده بالاطار التنسيق، وهذا مو انا اللي احكيه، يعني هو نور المالكي زعيم دولة القانون يقول المالكي احنا جينا به، فبالتالي انه يتعلق بشماعة تشرين او يتعلق بشماعة التيار الصدري، هذا تحريف للواقع والتاريخ. انا بدي انطق بما ينطق زعماء الاطار التنسيقي. يعني التيار الصدري ما كان له علاقة بالتشرين وبالساحات؟ احنا بدنا نحكي منو جابه؟ الكاظمي. لا قاعد يتحدث عن منو جابه؟ منو جابه الكاظمي؟ منو اللي حطه؟ من اللي كان موجود وياه بساعه تنصيبه؟ نعم. غيرهم قيادات السياسيه الشيعيه نفسها ورجال ما قال، كلهم شفناهم يأيدونه. نعم. هسه بعدين قلبوا وقالوا مرشح كذا وما اعرف ايش، هسه ما ادري. عموما استاذ رحيم حياك الله. حياكم الله اخوي. هاي انتخابات ايش؟ استاذ سيف سمحته، انتخابات ايش؟ مسلحين مسيطرين، ناس جاي كل ما ينتخبونه. بس استاذ محمد صوتك ناصي، يعني صوتي ناصي لازم اصيح؟ اي لازم. تسمعني الان؟ تمام. زين انتخابات ايش هاي؟ الجماعه من يسوي المقاطعه لهي الانتخابات يدعو لمقاطعتها لهم حق بالموضوع، يقول لك احنا ننطلق من منطلقات قانون الانتخابات سانت ليغو، جيبوا وفصل على الكتل السياسيه المسلحين وياه يقدر يتعامل وياهم، يقدر ياه يقدر يواجههم بالانتخابات، قطع اراضي سيطروا عليها. سمعت استاذ السيف شو يقول؟ تاثير المال السياسي. تاثير المال السياسي بعد شنو؟ جيب لك ثلاثه. مجلس المفوضين ايضا واستقلاليته. مجلس المفوضين واستقلاليته، يعني هذا كلها اكو. صوت ماكو. اسمعني الان، انا اسمعك تمام. يعني ما هو انا السؤال لحد الان ما وضح، لكن اقول بالمجمل، هل عمليه المقاطعه، السؤال موجه الى استاذ سيف، هل عمليه المقاطعه ستكون منجزه؟ يعني راح تعطينا فد انعكاسه على واقع المشهد السياسي، على المنظومه اللي تقود الدوله، على فاعليه هذا الحراك، حراك رفض لو هي بس شو، بس اعلام؟ مشكله هاي، مشكله. اليوم احنا اذا نريد انه نصحح فكو ادوات للتصحيح زين، ومن ضمنها صندوق الاقتراع. يعني اليوم هذا الصندوق، اسمح لي استاذ محمد، هذا الصندوق في ظل الدول الديمقراطيه لا تتعامل بالخطابات
قال فلان وحكى علان، لا، اكو قضية تنافس حقيقي وفق منظومة وفق نظام وفق سيستم، هذا هو اللي يفرز. وبعدين انت اذا تريد تقول انا موجود وتقول انا قادر على ان اغير، فما هو هذا قدامك؟ هاي ساحة، شلون هذا الميدان يا حميدان؟ ليش ما انت تخوض العملية بمجملها بعلاتها؟ لان هذا هذه قضية فلترة النظام الديمقراطي يعني بما تريده يعني استاذ سيف، غير ممكن في ظل السقف الزمني اللي المحدود اللي جاي نعيشه وظل الظروف الدولية اللي جاي تحيط بالعراق. يعني احنا خلينا نكون واقعيين، كل دولة خاضت الغمار الديمقراطية وتخلصت من الدكتاتورية ما اخذت يوم ويومين، لا وهي قيق لا على اقل تقدير نصف قرن. لا 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 استاذ محمد، بس احنا تجربتنا شنو يعني؟ هي يعني هي لها علاقه بالدول اللي قاضت هذه التجارب؟ لو احنا جايين من المريخ، احنا حالنا حال كل العوالم، كل الدول اللي خاضت هذه التجربه. وبالتالي الواقعيه تقول بانه اي كيان سياسي واي منظومه تريد تغير وتقول انا الاصلح، فخب هذا مدعات لي يعني الكل تحترمه، لكن وين احترمه؟ انه يكون وفق السياقات اللي تمضي بها الدولة، اللي تمضي بها المنظومة والنظام، ويبقى محافظ على حقوق الآخرين، يبقى محافظ على العرف الاجتماعي يعني الأخلاق، انه ماكو تعدي على مساحة الآخرين، ماكو تعدي على حقوقهم. ولا تنسى يعني أستاذ محمد، اليوم ما يحصل من اعتداءات على أموال المرشحين المستقلين، هسه أنت خبانة ما له علاقة بالمتحزبين، المتحزب هذا عنده يجوز، لكن هذا الخطية المستقل اللي قوة جايب هاي وشاتلها، وأنت تجي بلحظة طيرها لك كأنما الهواء والعواصف لعبت بيها. وأنا اليوم مرت بشارع 62 والله العظيم كلها مبطحة، كلها مجطلة. زين هذا ليش؟ وين الدين؟ أنت تقول عندك واعز ديني وتقول أنت متدين، زين وين الدين بهاي القضية؟ هذه أموال ناس، هذه بالحقيقة شرعا لا يجوز، شرعا لا يجوز. وأتحدثوا كثيرين من الخطباء المنبر واللي لهم علاقة حتى قريبة من المرجعية، بأنه لا يجوز أن تفرض إرادتك على الآخرين. هذه قضية الفرض لازم. من اللي قاعد يفرض؟ من اللي قاعد يفرض؟ نعم، من اللي قاعد يفرض الإرادة؟ كثيرين اليوم بالمشهد موجودين. هسه حالة المقاطعة إذا كانت في قضية الديمقراطية هو الرأي والرأي الآخر حقيقة موجودة المساحة، ومثل ما اليوم يتحدث أخونا أستاذ سيف وهو يعني محترم رأيه ومحترم وجهة نظر ودوافعه، لكن أكو آليات اليوم الآلية. أنت قلت أكو ناس تريد شو، الجماعة يريدون شو فقط، بس يريدون يقولون إحنا هنا موجودين. ما أنا أرد أرجع أقول، هل فعلا قضية المدنيين؟ لا أنت لا تسأل، أنت لا تسأل، جاوب. لا لا أنا أقول أنا لا أسأل، أنا جاوبك هم يريدون شو الجماعة؟ أنا جاوبك قضية المدنيين، إحنا رافضين وإحنا كذا وما أعرف إيش بيصير. قبل السيد، قبل السيد مقتدى الصدر وتوضيحه. لا بس خلينا قلنا حكينا بموضوع هسه، أنتم واحد وسيد مقتدى الصدر واحد، يعني أنتم ماكو مقارنة بينكم وبين سيد مقتدى الصدر. سيد مقتدى الصدر رجال عنده تيار، وتيار طبعا تيار يهز بلد، مو هيك مو سهل. من اللي يريد شو؟ الجماعة لو التيار الصدري، التيار الصدري ما يحتاجون الشو، بينه واضحة تغريدة. خلاص إذا أنت جاي تجاوب على السؤال، كل من له مصلحة في أن يعني يأخذ هذا الشو، هو يدور طشة، يدور طشة بروسنا طبعا، يدور طشة الجماعة، بروس العراقيين. خلي أوضحها للصورة، يدور طشة بروس العراقيين، لأن هسه احنا دا نريد نناقش قضايا الحزبية وما يحصل بالمشهد السياسي العراقي. هذه قضية المدنية، كل العراقيين مدنيين وكل الأحزابية مدنية، تمام. هو ما هو المدنية عكس العسكرية، مو صحيح؟ لو أنا غلطان أنه هذا عسكري وهذا مدني، هسه شو يسوون بطشة؟ هذا المعروف. طيب هم أغلبهم ناس بيهم وجوه إعلامية، ويومية طالعين بتلفزيون، ويومية كذا، وموجودين برامجنا وكذا، بشو يسوون بالطشة يعني؟ هاي مثل التيك توك خويا، التيك توك إيش قد ما تزيد اللايكات والكبسات ها تزيد فلوسك. يعني الناس هذا رحيم ما أعارضك بهذا. لا 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 بس لا 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 عملي بهاي السالفة، هاي عملي وطي الطينة بالخد، يعني ما يخالف أنا جامل واحد أنت أخوي وعزيز علي، بس بالحقيقة هذا هو الواقع. الواقع بمنظورك أستاذ رحيم، لكن هذا أنا واقع مخالف للحقيقة. يعني راح أرجع لك، وين مخالف؟ وين مخالف على هذا الموضوع؟ وين مخالف؟ بس اسمح لي أستاذ رحيم، الجماعة يريدون جاي يأخذون فلوس مثلاً،
مثل انت وصفتهم مثل التيك توك، كل ما يزيد اللايك استاذ محمد، يعني كل ما يزيد معارضتهم وكل ما تجيهم فلوس، منين تجيهم فلوس؟ شوف احنا اليوم، احنا اليوم في ظل كل المنظومه الاعلاميه مفتوحه وموجود كل شيء بالمناسبه، يعني احنا اليوم اكتشفنا اشياء ما كنا يعني نتصورها فيما في ظل ما يحصل بالمشهد السياسي، ما كنا نتصور انه شخصيات لها مكانتها لها بعدها تظهر بهذا المظهر والى اخره من تفاصيل المحكمه الاتحاديه وقرارها. اذا اكو اشياء هي خافيه وما يمكن، لكن ممكن نستنتج قاعد تعطيهم، اكو ناس قاعد نستنتج. نعم استاذ محمد، ممكن نستنتج المشاركه في الانتخابات، ممكن نستنتج استاذ محمد واضحه انه اليوم هناك من يدعم ولكن في الكواليس، تمام، بشكل مخفي وبشكل غير معلن. دكتور عايد، انا اريد ارجع للاستاذ سيف لانه نعم. صارت عليه صار بيه شبهات براحتك. يعني خلي جاوبه وبعدين ارجع لحضرتك. ماشي، سمعت كل ما يعني كل ما تسوون لايك كل ما يعطوكم كم فلس. لا يا ابا والله يمكن يشهد علي هذا الكلام، يعني اتكلم عن جماعه رفض وعني ما هذا الامر. لا احنا عندنا اتصال في اي جهه سياسيه ولا احد ممكن ان يملي علينا راي من الاراء السياسيه بما يخص مقاطعه الانتخابات. زين، لكن اكو نقاط واحنا وضحناها هذه النقاط، وهذه نقاط اساسيه خاصه للعمل الديمقراطي. اما هناك من يروج بان المقاطعه كفر، هذا ماكو جعج. لا ما يصير هذا، ماكو. او المقاطعه هو خراب للدوله، هم ماكو حكي. اذا راينا حتى بالارقام، بالارقام اذا اجي هو راح اتكلم بلغه طائفيه وانا اكره هذه اللغه. عام 2021 كم ناخب شيعي؟ 17 مليون، صح ولا لا؟ زين، ايش قد جابوا الاطار؟ 2000، ايش قد قصدي مليونين، ايش قد جابوا التيار الصدري؟ 850. فبالتالي المشاركين عام 2021 عشرة أضعاف منهم مقاطعين. فأنت ليش تقول إنه المقاطعة إنه معناها أكو ناس دوافع سياسية وراها، أو أكو ناس قاعد تدفع فلوس على هذا الأمر؟ زين، هذه نقطة. بالتالي إحنا أشار إشارة خطرة إذا تربطها هو أستاذ رحيم، قال لك كل ما زيد لايكات ما لا بس خليني أكمل لك. وقال لك قرار المحكمة الاتحادية، ويا قرار مال المحكمة الاتحادية، يعني أنتوا يا جاي يعطيكم فلوس، يعني معناته اللي خلي يكون شغله هو يعني كل هاي. اعرف أي. احنا قرارات المحكمه الاتحاديه بالنسبه لي يعني لا، قرارات المحكمه الاتحاديه طلعت من يعني هو ترى خل بس بقانون القضاء اقول لكم اياه، من يطعن بقرار القضاء معناه يهدم النظام السياسي كله. هذا القضاء هو لجوءنا الاخير. زين، هذا اللي احنا نعتقد به في اغلب قيادات رفض. القضاء خط احمر لانه ركن اساسي من النظام السياسي الحالي والنظام الديمقراطي. هذا اللي كسبنا عمي، احنا ترى بس هذا كاسبي. هسه اذا نجي نطعن في قرارات القضاء هذا ما طعن الرجال، ما طعن، لا هو ما طعن، ده يتكلم ده يربط بانه ممكن اشاره الحلبوسي. هذا اول حلبوسيهم ترى، مو حلبوسينا. من اللي جابه ومن اللي صوته؟ هم ليش ما يعني ما ترك يعني يقرون قراءات الحلبوسي وشون صعد؟ هو من صعد السيد الحلبوسي؟ وحتى اللي صعده معروف هو النائب محمد الكربولي، هو سوى الحلبوسي. زين، وبعدين انقلب على محمد الكربولي، ما انقلب على البقيه، يعني ما تعظوا من عنده، هم جابوه بالتالي وفق اتفاقات دوليه خارجيه. بس جا حتى تجاوب حتى احنا من يقارن شخصيه لها ارتباطات خارجيه. هذا يمسنا احنا، احنا ما عندنا ارتباطات خارجيه، احنا عراقيين ما عندنا اتصال باي ارتباط خارجي. يعني انتم ما قاعد تاخذون فلوس على قضيه انه على شنو ناخذ فلوس؟ ترى احنا عدنا نحكيها، ترى عدنا نحكيها، ترى احنا نقعد نتجمع بمكان نوبات عام لو ببيت احد من الولد، وهاي نقعد لنا نشرب شاي وقهوه ونطلع. ترى شنو اللي ممكن؟ احنا لا عندنا صرفيات ولا عندنا كذا، احنا بنقدم فد نموذج نوعي للمعارضة العراقية، وهذا ما اطلعنا في البرنامج. شوف هو البيان الأخير، المؤتمر الأخير، ممكن كل القنوات الفضائية اتجهت على ما يلوح في المقاطعة، لكن احنا أساسنا البيان هذا. طبعا. هذا التقييم السنوي لأداء الحكومة، كافة الخروقات وكافة الوعود الموجودة في الورقة التنفيذية والتشريعية،
كلها خلينا وكل مبين من كل وزارات وكل هذا ببيانات تفصيلية وأرقام. احنا هذه المعارضة البناءة انه احنا قاعدنا نطي فتشيل الحكومة. يا بقى انتم حكومة تقولون احنا حكومة السيد السوداني، احنا عندنا انجازات، بنقول شنو الانجازات؟ هذه مو هذا ما في انجازات على ارض الواقع. هناك اعلام مطبل للحكومة. هسه وضحت، وضحت اعلام مطبل للحكومة كذا، ممكن تردون عليه، ممكن تنتقدون الحكومة في اي مكان. هسه اعطيك ساعة كاملة وروحك على الحكومة ايش تريد. ها ايضا اشار الى نقطة، لا لا بس بخصوص المقاطعة بالبداية قال هل المقاطعة هي فاعلة؟ هل هي فاعلة؟ لا لا اكو هذه النقطة. المقاطعة هل هي فاعلة؟ ايضا اقول للاستاذ رحيم، وهل المشاركة هي جزء فاعل منذ عام 2010؟ تمام هذا السؤال لغاية الان. بس استاذ بس دقيقة ولو رخصة الدكتور، من 2010 لغاية الان الفائز الاول بالانتخابات يستبعد والخاسر هو من يحكم. تمام هذا السؤال مهم. نعم شنو اللي غيرت الانتخابات؟ الخاسر يحكم والفائز ما ادري شنو. وطلع لك حيدر العبادي بيش فاز؟ نعم. او ها جاك الكاظمي اصلا ما مشارك بالانتخابات ولا ماشي ولا ما ادري صاير. المالكي حقق علاوي فاز باكبر الاصوات، حتى المالكي فاز المالكي. المالكي كذا وهي القصه. نعم شنو اللي قاعد يصير؟ يعني شنو اللي قاعد تحقق الانتخابات؟ يقول لك رجال. نعم يعني اكو هدف بالموضوع، يعني مو قصه انه انا اعارض من اجل انا اعارض. نعم شوف استاذ محمد، احنا بالنسبه لنا للاخوان فيما يخص رفض او اي جماعه اخرى، واحنا نرحب بهذا الموضوع اذا كانت هنالك جماعة ضغط أو جماعة معارضة داخل الدولة العراقية مبنية بناء حقيقي وطني صحيح، ما عندنا مشكلة بهذا، لربما أنه سوف يثري العملية السياسية في البلاد وسوف ينضج العملية السياسية مثل ما موجود الآن. خلينا نكون واقعيين، مثل ما موجود الآن الأخوة الصدريين اللي ارتضوا أن يكونوا في المعارضة وإن لم يقولوا نحن في المعارضة الآن، هم في المعارضة. هنالك تقييم لأداء الحكومة الحالية، لا بل أن الحكومة الحالية نتيجة وجود الأخوة الصدريين في الجانب الثاني يعملون على أن يكون هنالك حالة إيجابية أو حالات إيجابية، وعلى أن يكون هنالك جملة من الإنجازات اللي ساد سيف قال أنه ما شفنا أكو إنجازات. ليش ننظر للنصف الفارغ من الإناء؟ زين خلينا ننظر. ماكو شغل يقول لك عند الحكومة، ماكو شغل عند الحكومة، بس فقط فيسبوك وتطبيق. اسمح لي هسه لربما البعض يحسبنا إذا حكينا هذا الحكي يحسبنا من المطبلين للحكومة. احنا رحنا إلى ميناء الفاو، مجموعة من الخبراء الاستراتيجيين ومحللين سياسيين، رحنا البصرة وشفنا المشاريع اللي تفتح النفس واللي السر الخاطر. شفنا هنالك إنجاز كبير. عندما سألنا السيد مدير عام الموانئ العراقية الأستاذ فرحان فرطوسي وقلنا له يابا هم راح يكون هنالك تلكؤ؟ هل الموضوع موضوع مرتبط بالموازنات أو غيره؟ قال لا، الدولة وفرت كل الأموال، لا بل إنه عندي الآن 500 مليون احتياط ما محتاجه الآن، لربما أنا جاي أفكر بمشروع جديد. شفنا ساحة الحاويات مكتملة يا أخوان، اللي هي يفترض أن تكتمل سنة 28، اللي الآن يعني قدرتها الاستيعابية 1,350,000 وزين، وهي قدرتها الاستيعابية إجمالية مليونين. شفنا القناة الملاحية، شفنا الأرصفة، شفنا النفق المغمور، شفنا القناة الجافة الرابطة ما بين الفاو وميناء أم قصور واللي هي بداية طريق التنمية. شفنا أن هنالك مشروع اسمه طريق التنمية، شفنا هنالك مدن، شفنا هنالك مجسرات، شفنا هنالك الكثير من الأمور. يعني والأمر الآخر والمهم جدا هو أنه عملية فتح ملفات الفاسدين والأموال واسترداد الأموال. هسه احنا اخو الرجل السيد السوداني ما عنده عصا موسى ولا عنده الجن مال سليمان، يعني يجينا قال ما عنده عصا موسى وتركه ثقيله واحنا ضلينا ما عنده جن سليمان. لا يا اخي لا احنا هسه من اختلقنا لحد هاي اللحظه اختلقنا وهي هاي العمليه السياسيه لحد هاي اللحظه اي واحد يجي قال التركه ثقيله وما عندنا عصا موسى، بعد من جاي انا اسمح لي تدري تركه ثقيله ولازم تكون عندك عصا موسى ولازم تشتغل صح. زين هسه احنا يعني باللي يرضي الله سبحانه وتعالى، الرجل الآن عنده إنجاز لو ما عنده إنجاز. الشارع شو يقول؟ أنا ما أقدر أقيم ولا هم بالمناسبة. لا 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 يعني حتى لا هم ما يقدروا. هاي رادنا جهات تقيم صح. لا 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 إحنا عدنا برخصة. خلي كمل طاقتك وقتك استاذ طاقتك. بس العفو خلينا نكون واقعيين، إحنا نريد نبني دولة لو نريد نهدم دولة. بس خلينا نتفق على هاي النقطة، نريد نبني لو نريد نهدم. إذا نريد نهدم شيء وإذا نريد نبني شيء آخر. اليوم العملية السياسية من 2003 الكل قد شارك في العملية السياسية، لربما هذه الدورة الانتخابية صار عندنا أكو عملية مقاطعة معارضة حقيقية. أما قبل فالكل مشاركين يا أخوان،
الكل شارك في صناعة هذا النظام السياسي، الكل شارك في المطبات الكثيرة جدا التي واجهت الدولة العراقية، الكل كان شاهد على التحديات الكبيرة والضخمة اللي مرت بها الدولة العراقية. الدولة العراقية اللي جاي تتحدث عنها مو ألمانيا صار لها 500 سنة، ولا فرنسا ولا بريطانيا ولا كندا ولا الولايات المتحدة الأمريكية. يا أخوان احنا تجربتنا حديثة، اليوم احنا دا نريد نقارن تجربتنا بتركيا. تركيا الآن اللي عمرها أكثر من 90 سنة اليوم في العملية الديمقراطية لا زالت تواجه مشاكل وتحديات كثيرة جدا، وهنالك انقلابات حصلت في تركيا، وهنالك الكثير من الأمور اللي تنغص حياة المواطن التركي. وما بنى تركيا إلى الآن نظام سياسي يستطيع أن يستوعب جميع مكونات الشعب التركي. هنالك أكثر من 24,000 أو 25,000 كردي هم الآن هم خارج العملية السياسية، لا بل إنهم مواطنين من الدرجة الثانية. زين، فإحنا على كيفنا شوية. اليوم إحنا بنتحدث عن تجربتنا ونتحدث عن السيد السوداني. السيد السوداني الرجال قاعد بالشارع الآن، مشاريع يتابعها مشروع مشروع. الفساد اللي كانت الكتل السياسية مارستها بالفترة الماضية بالمشاريع الوهمية بالمشاريع المتلكئة، الرجال الآن جاي يبث بها الروح، يبث بها الحياة، جاي يوصل. ماكو رئيس وزراء راح لهناك للمشاريع ووقف وقال هذا ليش وعالج بالمكان وانتهى الموضوع. ماكو رئيس وزراء اليوم دخل وشاف ان هنالك فجوة كبيرة جدا اسمها الفقر واسمها نقص الوظائف وعالج جهد الامكان في مجال البطاقه التموينيه في مجال رعايه الاجتماعيه. لا ارجوك ساحه ما تعطيني المجال اللي انا اخذته زين يعني. فهذا اللي نريد نتحدث عنه. احنا ذا نريد نتحدث عن انجازات الحكومه. ماكو حكومه، ماكو حكومه لا هسه زين، لربما ان الحكومه الملكيه، حتى الحكومه الملكيه ما كانت، حتى حكومه عبد الكريم قاسم ما قدرت تقدم خلال سنه ما قدمتها حكومه السيد محمد الشاع السوداني بكل ما يعني بكل التحديات اللي تواجهها. هي صابرة ورابط الجيش الرجل وما كان هنالك يعني حالة. هاي صابرة نحسبها انجاز؟ لا 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 طبعا انجاز. يعني صابرة نحسبها انجاز؟ طبعا حكومة صابرة؟ طبعا، لأن الحكومة ما انجرت مثل ما انجرت الحكومات السابقة وأرادت أن تدخل البلد في حمام دم. زين؟ عندما تسحب القوات الأمنية من المنطقة الخضراء وتخلي المتظاهرين باحتكاك مع الجهات الأمنية المسؤولة عن هذا الموضوع، وبالتالي حصلت ليلة الثلاثاء الدامي سيد محمد. هذا شوف، السيد السوداني عالج أمور كثيرة جدا، واحدة من هذه الأمور اللي عالجها قضية كركوك والمقر المسيطر في كركوك، وشلون تمت عملية الاحتواء، شنو النوع العلاقة الآن اللي موجودة ما بين إقليم كردستان وما بين وبالذات الديمقراطية الكردستاني وما بين السيد محمد الشاع السوداني. يا أخوان إحنا جاي نخطو خطوات، ادعموا هذه الخطوات أرجوكم يعني. تمام تمام جل. احنا ما معارضين، كل خطوه حسنه كل طابوقه تندق بهذا البلد احنا نكيف نصفق لها. ليش؟ لانه الناس هي ليش قاطعت الانتخابات؟ تركك من جماعه. نعم، مو تقولون ما قطعت، مو تقولون ما قطعت. هو من اللي يقول غير الشارع اللي جاي يقول؟ هسه انت بالنسبه لك اخذ لك فريق اعلامي وانزل للشارع قل له يا شارع عندنا الموجود، يا شارع العراقي، اكو تحسن صار بالعمليه السياسيه، اكو تحسن على مستوى الخدمات، اكو تحسن على مستوى المعيشه، هسه مو اكو تحسن. بعد هذا تقريرهم شنو؟ منو؟ هذا تقريرهم اللي يقول ماكو خدمات. طب هي ماكو انجاز 100%، احنا خلينا نكون واقعيين. لا هم يقولون ماكو خدمات. لا 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 هذا رايي الشخصي، انا احترم رايي ما عندي مشكله. زي. بس اكو انصاف واكو رب العالمين كون نحكي فيه، واكو وطن كون نحافظ عليه ونحميه. تمام. استاذ رحيم. استاذ رحيم. وياك استاذ. سمعت حوارنا انت قبل شويه؟ نعم سمعت الحوار. يقول لك هي المشاركه ايش سوت؟ حتى المقاطعه ايش تسوي؟ المشاركه ما سوت شيء. نعم ايه. شوف، كل بلد يمضي به نظام سياسي لابد من ان تكون الى اليات، فمن ضمن اليات الديمقراطيه هي ان تكون هناك انتخابات. زين اذا بطلنا الانتخابات شلون راح يكون يعني شكل النظام؟ شلون راح شكل الحكومه شلون راح نشكلها؟ البرلمان مين راح نجيبهم؟ إذن قضيه الانتخابات هي قضيه مهمه جدا، هي عصب العمليه الديمقراطيه، هي عصب تكوين الحكومه، هي عصب تكوين البرلمان، هي عصب تنميه الدوله، هي عصب تنميه الاقتصاد، هي عصب المحافظه على الامن والاستقرار، هي عصب المشهد السياسي بالمجمل. إذن انه انت من تقاطع الشيء الاساسي في هذا رايك، لكن لا تحرض، لا تؤلب، لا تفعل بشكل يضر المصلحة العام. هذا هو اللي نريده. نريد أن يكون هناك اندماج في العملية الديمقراطية بآلياتها، مو تخترع لآليات. هذا الاختراع ما موجود.
انه انت لما تجي باسلوب المقاطعه لكن تتهجم، تتهجم على رحيم العبودي، وتتهجم على سعد محمد الخزاعي، وتتهجم على عائد الهلالي، هذا مو من حقك اصلا، مو من حقك. انت من حقك انه تبدي رايك بانتقاد صحيح وبالآليات اللي وضع لك اياها الدستور والقانون. ما عداها تجاوز على القانون وتجاوز على الدستور، هذا يضعنا بين انه احنا لحد الان ما فاهمين فكرة الديمقراطية، ما واضحة عندنا العملية انه كيف نمارس هذه الحقوق وفق آلياتها. إذن ما يطرح الأستاذ سيف حقيقي انه قانون الأحزاب يجب ان يفعل، عدم تفعيله هو مضرة، مضرة هو إخفاق، هو حالة من التراجع في الأداء السياسي وليس نضوج وتطور. ليش؟ لأن احنا ليش نشرع؟ شنو الغاية من التشريع؟ يعني هسه استاذ سيف من يقول لك انا راح ارجعهم نفسهم، هم هذول اللي ما مفعلين قانون الاحزاب، راح ارجعهم نفسهم وانتخبهم من جديد، وراح يبقى قانون الاحزاب معطل نفسه واضح. لا ليش؟ طبعا عليهم انا خبر. انت دورك وين استاذ محمد؟ انت تقول بان اني الي مريدين وانا امثل الراي الاخر وانا امثل وهذا من حقك انه انت تدلو بدلوك بطريقه صحيحه وفق الاليه. هي الآلية شنو الخطأ قصدها الانتقاص منك ولا قصدها أنه تبعدك ولا قصدها أنه تقصير. التيار عندهم رؤية واضحة جدا أنه إذا شاركنا بهاي الانتخابات راح ندعم الفاسدين والتبعيين، واضحة. يعني شنو التبع؟ يعني أنت ليش؟ أنا ما أعرف هذا كلام. أنا بس أسأل هذا السؤال يعني النفسي وللأخوة، أنه إحنا ليش نحكم على هاي 5000 وكسر مرشح انه كلهم فاسدين وكلهم بقى شوادم وكلهم ما عندهم يعني فكر ولا عندهم قدره على العمل ولا عندهم قدره على انه ينهضون بالواقع ولا قدره على التغيير؟ ليش هذا الحكم المسبق مين جبناه؟ زين هذا هل هو شرعا مقبول انه انت تحكم على ناس بعدم اهليتهم، بعدم قدرتهم، بفسادهم من دون دليل، من دون انه يكون عندك الدليل على انه هذا فاسد وهذا وهذا؟ اذا كان عندك الدليل خلاص هنا صارت القضيه مسؤوليه اكبر انه هذا يستبعد. ليش يستبعد؟ صندوق الاقتراع يقول رحيم العبودي فاسد طلعوه، ما حد صوت له. هيك يقول احسن، هيك هاي افضل. ليش؟ لان انت راح تعمل على ابعاد الفاسدين من دون دوخه راس مباشره. انت بالتصويت راح تقول فلان ما صوت له. هاي طبعا بالمناسبه انا اشوف انه قضيه انه ترتفع وترتقي بالاداء مو عن طريق المشاغبات ولا عن طريق المماحكات ولا عن طريق المهاترات ولا عن طريق الشارع، لا، عن طريق الاليات الحقيقيه اللي رسمها الدستور والقانون. هذه هي النقله النوعيه، هذا هو عمليه النضوج السياسي والتطور السياسي. ما عداه هو لا، هو عمليه شخبطه اطفال. أريد أسمع تعليق على كلام سيد الحكيم اللي وجهه تحديدا للسيد مقتدى الصدر، كان يتحدث بشكل مباشر ويحمل المسؤولية عن الخلل في التوازن. شنو الخلل في التوازن؟ ناس ذولا موجودين داخل البيت الشيعي التيار الصدري، أصلا ما طالعين خارج البيت الشيعي حتى يصير خلل بالتوازن. شوف سيد محمد، اليوم هل هناك جغرافيا سياسية كما موجود جغرافيا للمحافظات وللمكونات؟ موجود لما موجود جغرافيا سياسية؟ أي أكو. فإذا المكون وين موجود راح يكون إضعافه في المكانات اللي هي جغرافيا سياسية مختلطة زين فيها لونين وأكثر. هنا راح يصير الإضعاف. هذا إيش راح يسوي؟ راح يعلي كفة ويخفض كفة، وهذا بالنظام راح يخل بتوازن النظام. ليش؟ لأن أنت استحقاقك كمكون أكبر بنسبتك السكانية بمظلوميتك بتاريخك النضالي بي 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 كل التفاصيل اللي هي حق مشروع يداعي به سيد الحكيم، وليست منا من أحد وليست تفضل من أحد، أنه يجب أن تكون هناك عملية توازن حقيقية. والإخلال بالتوازن معناتها إخلال بوجود هذا المكون وحقوقه السياسية وحقوقه الأخرى، حقوقه الدستورية. إذن ما معناه انه احنا لا نتحدث بانه يعني ان يعني ما من حق السيد الصدر يقول برايه ولا ما من حق السيد الصدر ان يقول بمقاطعته، لا ابدا، بس نقول هذا الذي سينتج، هذا الذي سيحصل، هذا لا يمكن القبول به،
هذا راينا زين اللي يعبر عن رايه. يعني ما تقبلون بمقاطعه الانتخاب ولا الانتخابات؟ لا 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 شوف، الراي محترم، الراي محترم والمساحات محترمه، لكن بين مختلفين ضمن القانون والدستور. ليش؟ لان اكو اليات طرحها. شنو المقانون وشنو المو دستوري الان ارتكبه السيد مقتدى الصدر وانصاره؟ استاذ محمد انا يعني واضح جدا وصريح، فاما انه تريد تنتزع من عندي شيء ابدا يعني ابدا. اسمح لي بس خليك، انا بطبعي لك بشيء اول هاي اليوم. اسمح لي امير اكثر الى ان يكون الحديث حديث منتج مو حديث شخصنه. لا بس اوقف، لا الشخص اولا استاذ محمد، الشخص انا ما راح تنفعني ولا راح تنفعك. بس اسمح لي نعم. اولا الحلقه اليوم ما بيها واحد ممثل عن التيار الصدري، وهذا مو صحيح. ولذلك انا نتحدث بارائنا وندلو بدلونا، ولذلك انا احترم غياب الاخر. لذلك من اسالك هيجي، انا اتحدث دستوريا وقانونيا لا اكثر استاذ محمد. احنا خلي نطل المجمل بصراحه. ما اقبل الاساءه. ليش احنا رافضين؟ يعني حشاك من الاساءه، بس انا اصلا ما اقبل الاساءه واحد يسيء لي السيد مقتدى الصدر في كل برامجي. من يسيء؟ مو انا مو يعني قلت لك مع احترامي لحضرتك، مو يمك الموضوع، ولكن هذا موضوع اخر اخذنا عليه الكلام، مو يم حضرتك نهائيا. لا انا مرات التلميح خير من التصريح. لا ابدا والله، ابدا والله مو انت المقصود. لا يمك. لا اشمعنى ليش جبت هاي العباره هسه؟ عفوا انت هو يفهم هسه اذا اقتطع هذا كلامك كانما اني جبت شيء بإساءة لتيار صدري. وضح وأنت أصلاً ما أسأت لأي واحد. أنا أقول يعني أنا ما حديثي كله حديث عام، وأقول بالمجمل أنه العملية الديمقراطية ترتكز إلى الانتخابات وصناديق الاقتراح، ما عداه هو تبقى آراء هي قابلة أنه تكون تفند وقابلة أن تطبق. اليوم حركة وعي إذا ما كان لها وجود سياسي في ظل مظلة المفوضية، أن يكون كيان سياسي معترف به وقادر على أن يمارس دوره ويمثل من يمثله من الطيف الذي يؤمن بمشروعه ويؤمن بأفكاره، هل قادر على أن يغير؟ أبداً، يظل كلام هوام في شبك، هاي حقيقة. تمام. أنا أعتقد بها وأعتقد حتى أستاذ سيف يؤمن بها. لا كل الاحترام لك، أصلاً ما تسيء لأي واحد ولا أسأت يعني ما أسأت لأي واحد نهائياً، حشاك من هذا الكلام. رحيم مؤدب جداً. أن يكون بوجهك يعني، بس هو مو يهمك الموضوع تماماً. شكرا، حياك الله. انتوا تريدون تقاطعون الانتخابات صح؟ اسمح لي، موضوع الانتخابات هو اساس الديمقراطيه بالعالم، والمشاركه ايضا. شنو مشاركه ايضا؟ هم ديمقراطيه. ايه يعني انت حق دستوري المقاطعه والمشاركه. لكن من الناس لا من يذهب ما كمل سؤالي، مو هاي هم بتر مثل قبل شويه. انا كنت اتحدث عن موضوع واستاذ رحيم اخذني على موضوع اخر وفهم كانما انتم ليه بتريدون تثقفون الناس المقاطعه بانه هذا الموضوع ما راح يجيب لكم نتيجه؟ ثقفوهم ان يديمون العمليه الديمقراطيه بالعراق، بس يروحون ما ينتخبون دول الاشخاص، يروحون مثل ما احنا نسوي. احنا انا شخصيا اذا ما عجبني واحد من المرشحين اتلف الورقه واخليها بالصندوق. زين، حتى شنو العمليه الديمقراطيه مالتي وصوتي الي، ما يروح الواحد فاسد او واحد كذا او واحد عنده مشكله. بس انتم قاعد تستهدفون العمليه الديمقراطيه باكملها بهذا الموضوع، تدرون لو ما تدرون مقصوده لو ما مقصوده. هذا كلام اول شيء يعني كبير، استهداف العمليه السياسيه والنظام السياسي، هذا كلام غير الواقع. شنو الواقع؟ يعني الواقع انه انت اكو حق دستوري منعنا الدستور، المشاركه والمقاطعه. لكن احنا ايضا ضد من يحاول ان يحول المقاطعة إلى ممانعة، يعني ترهيب أنه لا تذهب وهذا الأمر، أو أنه أنت ممنوع تطلع. لا، إحنا نقول خليه يروح. إحنا اعطينا بعض الأساسيات كجماعة رفض، وقلنا هذه الأساسيات نشوفها أنه ماكو جدوى في هذه الانتخابات أنه تحقق التغيير المنشود. لكن إحنا ما قلنا يا بلا تطلعون، إحنا مو ضد الديمقراطية، احنا ضد من يحكمون باسم الديمقراطيه. زين، اكو فرق. احنا مو ضد النظام السياسي، ضد بعض الشخوص اللي يحكمون داخل النظام السياسي. قاعد تقول لهم قاطعوا العمليه الانتخابيه اللي هي اساس النظام الديمقراطي. هو لا. بس اسمح لي، النظام الديمقراطي بدون انتخابات شنو؟
تفهمني لازم افهم لا هو يعني هسه قال لك قال لك استاذ رحيم لا بس اسمح لي قال لك استاذ رحيم قال لك اني انسى اذا ماكو انتخابات شلون اجيب البرلماني غير بشروط شرطها وشروطها شرطها وشروطها خلي ينتخبون الناس وين وينها ادعو الناس للانتخاب بس بالانتخاب بالطريقه الصحيحه فعل لي قانون الاحزاب ومنع الاحزاب اللي عندها فصائل مسلحه كبادره حسنيه على ما تخلق تكافؤ بين عمي اكو مرشحين قاموا يبلطون رحمه للنبي ما تقول لي مين الفلوس مرشحين هسه حتى رئيس الوزراء وقف قال لك على مود ما تستغل من الانتخابات اكو مرشحين قاموا تبلط مناطق ومحولات كهرباء ومحولات كهرباء تشتري بفلوس هذا وين مين المال ده يجي اريد اعرف يعني شنو مبدا التكافؤ الفرص موجود على مود يقول لك انه اكو توازن بين تكافؤ الفرص بين المستقل مثل ما قال استاذ رحيم انه خطيه قوه جايب له واحنا قاعد والناس قاعده توقعها احنا ضد هذا التصرف يعني ما اقول لك انا ارضى له شخص يروح يقطع لكن ايضا لا ننسى بان هذا الامر دخل به طرف ثالث شنو الطرف الثالث بتمزيق اللوحات والهذي ايه؟ هناك اطراف داخل اطار التنسيق خليها تراجع نفسها ومعروفه في بعض المناطق من سين وصاد والاسماء وإذا شفنا أنه أطراف داخل الإطار التنسيقي تتنازع بين هذا الأمر وقاعد تتلثم وتطلع وتنزل هاي الصورة بس بالتيار الصدري ليش ما طلعون تقولون يا بقاطع انتخاب الإطار التنسيقي والأحزاب خب لا 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 وهذا هدف ائتلاف إدارة الدولة ككل أيضا أعقب على موضوع لا لا بس على موضوع ماكو وقت ما لا 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 والله ماكو لا بس دقيقة لا لا بس سؤال أهم من هذا انت هسه من بديت لحد هاي اللحظه الاطار التنسيقي يا به هو الاطار التنسيقي والله العظيم حال الاحزاب السياسيه الباقيه كله نفس الشيء او بفاسدين قلنا ائتلاف اداره الدوله تمام ما يخالف احنا معارضين ائتلاف اداره الدوله ما يخالف بسنتهم وشيعتهم وكردهم انت هسه ليش ما تشملون الاحزاب السياسيه الباقيه ومنو ما شاملهم منو شاملينها من شامل هسه هذا ملف اقف مكافحه الفساد اللي تكلم به الدكتور يعني تعاهدت الحكومه بتبني خطه محكمه لاسترداد اموال مهربه سرقه القرن بالارقام احنا ايش نقول نعم. احنا نقول سرقه القرن مبلغ الكل 3 تريليون و700 مليار دينار زي. الاموال المسترده لغايه الان 317 مليار و535 و536 الف فقط نعم. شنو اللي سواه الانجاز يعتبر انجاز يعني زين تفاليس قضيه فساد هيثم الجبوري واللي نزل بالانتخابات هاي كارثة ما أعرف شلون نزل قائمة أعتقد مال دعم ناس بالانتخابات المبلغ الكلي 17 مليار دينار إيش قد رجعوا 4 مليار والباقي شنو تروح في دول الشعب لو هو ما أخذ سلفة لو شنو ما عندي وقت لو بادي بتفاصيلك هاي من البداية زين أجاوب بعد دقيقتين فقط هاي دقيقتين بس لي أي والله ما يقدن برنامج الوقت انتهى أنا أريد أتوقف عند كلمة رائعة جدا للأستاذ رحيم العبودي قال المرشحين 6000 شخص يعني كلهم فاسدين أنت تحكم عليهم كلهم فاسدين دولة هل من المعقول أكو مرشحين جيدين صحيح هل من المعقول أن يكون لديك حكم مسبق على 6000 شخص أنت قدرت أن تقرأ الصورة الصورة الكاملة لستة آلاف شخص وتقول إنه هؤلاء ستة آلاف فاسدين طيب ليش ما يكون ذولا جزء من عملية التغيير لربما هناك الكثير منهم صالحين ويدخلون إلى العملية السياسية وبالتالي إنه بعد دخولهم العملية السياسية راح يغيرون حتى في أحزابهم هاي نقطة النقطة الثانية في قضية تمزيق اللوحات الجمعة مو هذه اللي مضت من اللي نزل بساحة التحرير بالليل؟ إطار تنسيقي سات سيف؟ مزق اللوحات؟ والله الحكومة تعرف قلك الإطار بيناتهم ده واحد مزق يعني لا لا في بعض المناطق استغلت لا 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 سيدي لا سيدي في بعض المناطق ربما تكون محدودة صغيرة أما أن تنزل في قلب بغداد وتقوم بالتحدي وتمزق اللوحات الإعلانية للمرشحين فهي طعمة كبرى هسه انت ما تريد هذا هسه جماعه عندهم ناس يمزقون لوحات لا دول فقره هسه دول حاكم بس يحكون حكي ما عندنا مشكله ما يخوفوننا دول بسيطه احنا نتمنى هاي الحركات نتمنى ان تصعد هاي الحركات بشكل صحيح وتبنى بشكل صحيح حتى تكون حركات وطنيه داعمه للعمليه السياسيه وجودهم بالمعارضه لربما يكون داعم للعمليه السياسيه القضيه الاخرى اللي تحدث عنها اساس سيف فيما يخص الفصائل المسلحه الاحزاب عد ما اجت كل الاحزاب عد ما اجت ما عدها احزاب فصائل مسلحة كلها عدا المجلس الاعلى كان عنده بدر وهذا كان بالمعارضه امر طبيعي جدا وبدر تحولت الى منظمه والمنظمه دخلت بالعمليه السياسيه لكن من اللي جاب الاحزاب الفصائل المسلحه الاطار جابهم الاحزاب المسلحه ما جابهم الاطار
جربتهم امريكا الاحزاب المسلحه. تعرف ليش؟ عند ما دخلت داعش، عند ما دخلت داعش لا لا اسمح لي اسمح لي. يعني انا هسه مجازاتا لهاي الناس على اقل تقدير اللي اجتني من اطراف بعيده من العراق، شباب وقدمت دماها وقدمت ما قدمت واجت تطوعت في وقت كان بالاطلاق ما موجوده بالعراق، في وقت كنا بأمس الحاجة إلى أن يكون هنالك سند وعضد وأن يكون هنالك من يدعمنا بهذا الموضوع. وهذا جاب المقاتلين والمجاهدين عن السياسة. تعرف منين دولة؟ دولة هم القواعد الجماهيرية لهذه الأحزاب، هم القواعد. لا لا هم القواعد الجماهيرية سيدي الكريم. ما ممكن لا لا الشهيد أخي الشهيد أبو مهدي المهندس تكلم بهذا الأمر. نعم قال المجاهدين رحمة الله عليه المجاهدين. نعم وانا كابو مهدي المهندس اذا الحشد تدخل بالسياسه انا اطلع من عندك. فبالتالي لا يمكن شكرا لك سعيد. انا جاوبت اختي هواي ذيك الحال ذيك الفتره غير والان غير. لا ذيك الفتره غير والان غير. هاي الناس تجاوزت على اختي هواي. لازم تشكر لازم تقرأ قدم لهذا الشيء. شكرا استاذ عائد الهلالي. شكرا استاذ رحيم العبودي. اشكركم مشاهدينا الكرام في امان الله.